تمام. تعالى نبتدي يا اسد بالملف ده، بالاهلي وبالماتش ده تحديدا. وانت طبعا سيد العارفين، دايما الفرق السودانيه بتبقى اللقاءات معاها قويه، وبيبقى فيها منافسه شديده، وبيبقى فيها نديه الى حد كبير، حتى لو هم في الظروف العاديه ايا كان الفريق ايه امكانياته اللي هي المعهوده المعروفه، لكن لما بيجي قدام الاهلي لا بيتعملق، الوضع بيختلف. فشايف الماتش ده ازاي وتوقعاتك ليه؟ سؤال حلو جدا يا كريم، كمان لانه الهلال بالذات ايا كان الموسم بتاعه ماشي ازاي على المستوى المحلي، دايما لقاء مع النادي الاهلي هو بيعد العده جامد جدا. النادي الاهلي بيبقى متحمس جدا ويعمل نتيجه كبيره، والشاهد على ده انه النادي الاهلي ما حققش الفوز في ملعب ام درمان ابدا على حساب الهلال. نفتكر طبعا مباراه 2019 والامور الامنيه اللي حصلت والخروج في حمايه الامن السوداني، ودي طبعا كانت الطريق للتاسعه الحمد لله. فدايما في حماس في المباراه، ودايما تبقى مباراه صعبه جدا على الطرفين. اللي عايزين نفكر الناس كريم ونهاوند انه الاستعداد للمباراه دي بالنسبه للامور الفنيه ومستر كولر بدا من مباراه فلامينجو، اصر انه يريح سته من اللعيبه ويعمل روتيشن او يعمل تدوير في الفرقه، عشان هو عامل حسابه ان الفريق شارك في مونديال الانديه في 10 ايام، في اربع مرات في 10 ايام فقط، فده عامل اجهاد كبير جدا على اللعيبه. فبدا يريح اللعيبه لانه عارف انه اسبوع من مباراه فلامينجو هنقابل في الهلال في ام درمان. فبعتقد انه اللعيبه خدت يعني قسط من راحه يعني مقنع، معقول، معقول جدا. مباراه صعبه جدا، بعتقد ضربه البدايه دايما في دور المجموعات مهم جدا، بتدي رساله لكل المنافسين. الهلال على الناحيه الثانيه عين على المنافس، لعب اول مباراه مع سان داونز بريتوريا، سان داونز كسب، مش بس كسب 1-0، تسيد المباراه بالكامل، نسبه الاستحواذ وصلت في فترات كريم ل 70-30. فمباراه لقاء من طرف واحد يعني، من طرف واحد بالتحديد بالظبط يعني. وكمان هو في الدوري اموره كويسه، متصدر بفارق بس نقطتين عن المريخ، والمنافسه تبقى اعتقد شديده جدا، انه الفريقين السنه دي يعني بالاخص دعموا الفريق بتاعهم بصفقات كبيره جدا. فبعتقد تبقى مباراه صعبه على الطرفين. اتمنى ان الاهلي تبقى ضربه البدايه ان شاء الله موفقه، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه في قلب ام درمان ان شاء الله.